مرحب بكم مشاهدينا مرة أخرى في هذه الجولة من الآن. والآن مع ملف سوريا، حيث وافقت الحكومة السورية مؤخرا على إقرار خطة إسعافية لإعادة الإعمار للوزارات عام 2019، حيث تم تحديد المشاريع المراد تنفيذها خلال العام الجاري والمبالغ المتخصصة لكل مشروع. وفيما يخص وزارة الصناعة السورية والمؤسسات التابعة لها، فقد قررت الحكومة تزويدها بمبلغ 1 مليار ليرة سورية في الخطة الإسعافية لتنفيذ عدة مشاريع في الشركات العامة الصناعية والجهات التابعة. وذكرت الحكومة السورية أن الجزء الأكبر من هذا المبلغ تم تخصيصه لشركة الإنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية في سوريا، حيث تقرر تقديم 726.9 مليون ليرة لتنفيذ مشروع استكمال إعادة تأهيل مقر شركة الإنشاءات المعدنية، وذلك في ضواحي العاصمة دمشق. وأضاف بيان الحكومة أنه تم تزويد المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بمبلغ 160 مليون ليرة لعدد من المشاريع. أما بالنسبة للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية، فقد تم دعمها بمبلغ 100 مليون ليرة لإسعاف بعض الشركات. والمزيد من المتابعة مشاهدينا، ينضم إلينا هاتفيا من دمشق أستاذ غسان يوسف، الكاتب والمحلل السياسي. أرحب بك أستاذ غسان. يعني ما هي أولويات الحكومة السورية في هذه الخطة العاجلة، وهي التي أطلقت عليها اسم الخطة الإسعافية؟ بداية تحياتي لك وللسادة المشاهدين. بشكل عام يعني الحكومة السورية تحاول اليوم أن تطلق يعني على إعادة الإعمار على مراحل، وخصوصا الحاجات اليومية التي يحتاجها المواطن السوري. نعم. تؤثر على حياته المعيشية، وهنا لاحظت أنه تم التركيز على الصناعات التحويلية والمعدنية والنفطية والغذائية، وهذا يدل على أن إعادة الإعمار لا تبدأ إلا من خلال إعادة هذه البنى التحتية التي تعرضت للتخريب من قبل المجموعات الإرهابية في أغلب المناطق. لذلك اليوم يعني أصبحت الحكومة تخصص مبالغ معينة كقروض لهذه الشركات لتعيد بناء هذه الشركات وتعيد بنيتها التحتية وتعيد العمال الذين تم تسريحهم أو الاحتقان بعضهم إلى الهجرة من هذه المعامل. حاليا يعني نلاحظ ان هذا الامر قد بدا المنظمة الصناعية السورية وخصوصا التي هي قريبة من العاصمة كعدرا الصناعية، وايضا في حمص هناك مدينة حسي الصناعية، وايضا حتى المشاريع الصغيرة التي يقوم بها الافراد يعني بشكل شخصي يتم اعطائهم قروض شخصية لاقامة هذه المشاريع الصغيرة. لذلك نعتقد يعني ان هذا الاسلوب ايضا كثيرا في الاعتماد على الذات ومنع الاستيراد، وخصوصا ان يعني ان الاستيراد يحتاج الى قطع اجنبي، وهذا يؤدي الى اضعاف الليره السوريه، ولكن الاعتماد على الذات والاعتماد على اعاده تنفيذ المشاريع قد يؤدي الى انخفاض قيمه الدولار وايضا الى توفير العمله الصعبه في سوريا. نعم، يعني وصول الخطة إلى المناطق القريبة من العاصمة، من وجهة نظرك كيف ستصل هذه الخطة إلى المناطق التي لم تعد أو التي هي ليست تحت سيطرة الحكومة السورية؟ يعني حاليا هناك حوالي يعني 70% تحت سيطرة الدولة السورية، وهذه المناطق كلها باعتبار أن سوريا مقسمة إلى محافظات، المحافظات تقوم بالعمل والتنسيق مع الشركات المحتاجة وحتى مع الأفراد المحتاجين إلى هذه القروض من خلال مجالس المحافظة والمجالس البلدية، وأيضا من خلال التدخل المباشر للإدارات المحلية. ولذلك أعتقد حتى بإمكان أي مواطن أن يقدم قرضا صناعيا أو أن يقدم قرضا شخصيا لأي يعني أي مشروع يريد أن يقوم به. ولذلك لا اعتقد ان هناك مشكله يعني في المناطق التي تسيطر عليها الدوله، اما المناطق التي لا تسيطر عليها الدوله فهناك طبعا صعوبه. يعني في المناطق التي تسيطر عليها المجموعات الارهابيه بشكل كامل مثل ادلب او مرن حلب لا يمكن يعني، او تسيطر عليها تركيا في شمال حلب لا يمكن يعني ان يكون الدوله حضور. اما في المناطق التي تسيطر عليها فكر في شرق سوريا يعني كالحسكه والكاهسنا، فهناك وجود للدولة السورية وهناك يعني محافظة وهناك يعني دوائر حكومية ما زالت تعمل في هذه المناطق،
نعم. ما زال المواطنين المنفقون السوريون يقبضون رواتبهم، وايضا تقوم الدوله بدعم المواطنين في تلك المناطق باعتبار ان يعني ما زالت سيطره الدوله موجوده في المناطق الشرقيه. نعم. بشكل يعني موجود باعتبار ان محافظه حتك هناك المحافظه مبنى المحافظه والدائره الخدميه كلها موجوده في الحتك والقامشله، ولكن كما قلت لك يعني هناك اولويات للقياده السوريه في المناطق التي تسيطر عليها اكثر من المناطق التي ليست تحت سيطرتها باعتبار ان المجموعات الارهابيه تستولي على كل ما تقدمه الدوله للاخوه المواطنين. نعم يا أستاذ غسان، كما نعلم بعد مرحلة القضاء على الخلايا الإرهابية والبؤر الإرهابية تأتي مرحلة الازدهار والنمو الاقتصادي، يعني من وجهة نظرك ما هي الجهود المبذولة في هذا الشق بالتحديد وهو مرحلة الإعمار؟ يا ريت تعيد السؤال لأنه ما في. يعني كنت أسألك يعني بعد مرحلة القضاء على الخلايا الإرهابية والبؤر الإرهابية تأتي مرحلة الإعمار وإعادة الإعمار والنمو والازدهار الاقتصادي، من وجهة نظرك ما هي الجهود المبذولة في هذه النقطة بالتحديد في مرحلة الإعمار والنمو الاقتصادي؟ تمام. يعني نحن في سوريا قسموا إعادة الإعمار لقسمين، يعني هناك دعم تعطي الاعتماد على الذات من خلال الحكومة السورية ومن خلال الإنتاج، يعني انتاج الزراعي والصناعي والاعتماد على اعاده تشغيل المعامل والمصانع التي كانت موجوده او التي قد تنشا في الفتره القادمه، وهذا يعني الشق الداخلي، اما الشق الخارجي فيعتمد على علاقات سوريا مع اصدقائها، ودائما كانت الحكومه السوريه والدوله السوريه تقول باننا يعني اعاده الاعمار سيكون هناك اولويه للاصدقاء، وعندما الدولة السورية الأصدقاء يعني المقصود روسيا والصين وإيران وبعض الدول التي امتنعت عن دعم المجموعات الإرهابية في سوريا، ولاحظنا يعني هناك في معرض دمشق الثوري كان حضور عددي أيضا لدول خليجية كالإمارات وأيضا حضور لدول عربية، وتعرفين يعني لأن مصر ما زالت تشكل أفضل علاقات مع سوريا على الرغم يعني من يعني هنا يعني الشعب السوري يطمح الى ان تكون لمصر دور اكبر في اعاده الاعمار او للدول العربيه الاخرى، ولذلك اعتقد يعني ان الايام القادمه ستشهد مزيدا من التعاون مع الدول الصديقه ومع الدول العربيه الشقيقه التي كان لها دور كبير في دعم سوريا ضد المجموعات الارهابيه التي يعني عاشت في البلاد فسادا. ولذلك اعتقد بان اعاده الاعمار لا يمكن ان تحدث بشكل جيد وبشكل فعال اذا لم يكن هناك اعتماد على كما قلت لك على امرين، الامر الداخلي الاعتماد على المواطن السوري واعاده عجله الانتاج، وايضا الاعتماد على الاصدقاء في الخارج. نعم، يعني أستاذ غسان أخيرا، بعد إقرار هذه الخطة الإسعافية التي أقرتها الحكومة السورية، هل من الممكن أن تبعث سوريا بهذه الرسالة داخليا وخارجيا أن سوريا قادرة على إعادة الحياة إلى طبيعتها كما قبل؟ أنا أعتقد بأن يعني كما قلت لحضرتك هو يعني الهدف من وراء هذا العمل الذي قامت به الحكومة، وأيضا يعني أنا أقول لك بأن الحكومة السورية قادرة على ان تضمن يعني حق المستثمرين الاجانب والعرب الذين يقومون باعاده الاعمار في سوريا، وخصوصا ان القوانين دائما تحدث في سوريا ليكون هناك اريحيه في التعامل مع الدوله السوريه والتعامل مع المستثمر، حق المستثمر داخل الاراضي السوريه، واصبح يعني هناك بيئه خصبه لاعاده الاعمار باعتبار ان الامن والامان قد عاد الى المناطق التي تسيطر عليها الدوله السوريه، وباعتبار ان العائدات التي تاتي من يعني حتى الذين هاجروا من سوريا اصبحوا الان يرسلون العمله الصعبه لاهاليهم في سوريا، ما ادى الى وجود نوع من الارتياح الاقتصادي على الرغم من ان البعض يخشى اليوم ان يعني تراجع الليره السوريه، ولكن يعني دائما تؤكد الحكومه السوريه والمصرف المركزي بان يعني هذا الارتفاع والانخفاض لن يؤثر على قيمة الليرة الحقيقية، وهي مسعرة في البنك المركزي بحوالي 443 ليرة سورية أو 34 ليرة سورية، وهذا يدل على أن الدولة السورية ما زالت يعني لديها الرصيد الكبير في البنك الوطني، وما زالت أيضا قادرة على تنفيذ هذه الخطة لإعادة على تنفيذ هذه المشاريع وإعادة الإعمار. يعني أستاذ
نعم، من وجهة نظرك يعني ما هي أهم العراقيل أو الصعوبات أو التحديات التي من الممكن أن تواجه الحكومة السورية في ضمان وصول هذه المبالغ أو يعني الإغاثات لكل المناطق في سوريا؟ يعني أنا أقول لك يعني في حال تمت السيطرة على المناطق التي تسيطر على المجموعات الإرهابية لن يكون هناك عراقيل، يعني من الناحية التقنية، من ناحية الوصول، من ناحية الطرق، من ناحية الأمان، هذا كله يكون يعني غير موجود باعتبار أن دولة سوريا هي التي تسيطر على هذه المناطق، هي تستطيع أن تشق الطرق وأن تؤمن الطرق وأن تؤمن وصول المواد. اما اذا سالتني عن يعني الضغوطات الخارجيه فانا اقول لك يعني ما يعرقل اعاده الاعمار هو الضغوطات الغربيه والحصار الغربي على سوريا من خلال يعني دائما تسمعين بان الاتحاد الاوروبي يحاصر الدوله السوريه، يمنع وصول الدواء، يمنع وصول مواد اعاده البناء، يمنع وصول يعني الالات لاعاده المعامل الى ما كانت عليه، وتعرفين بان اغلب يعني هذه المدن الصناعيه هي مرتبطه بشركات في الخارج، واذا لم يكن هناك رفع للحصار عن سوريا لن يكون هناك الا ان ننتقل الى البديل، يعني عندما تكون هناك شركات مرتبطه بشركات اوروبيه ولن تتجاوب هذه الشركات الاوروبيه سوف ننتقل الى شركات مثلا في الصين وروسيا وايران وغيرها من البلدان التي تقوم بتصنيع مثل هذه المواد، ولذلك اعتقد يعني ان الحصار على سوريا ليس هو حصار على سوريا بقدر ما هو حصار على هذه البلدان نفسها، لان البديل موجود. نعم. وهذا ما تؤكد عليه الدوله السوريه، ولذلك لا اعتقد يعني ان هناك مشاكل داخليه في اعاده البنيه التحتيه او في اعاده الاعمار، ولكن كما قلت لك المشاكل هي من الخارج في الحصار الذي تفرضه الدول الغربيه وعلى راسها الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي على الدوله السوريه. وضحت الصورة، أشكرك شكرا جزيلا من دمشق أستاذ غسان يوسف الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. والآن أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة وإلى الملتقى بإذن الله.